وزير الخارجية تعليق تمويلنا للأونروا مؤقت وننتظر التحقيقات. مطالبات بمنح بطاقة الإعاشة لطالب اللجوء أسوة بألمانيا. النمسا تبدأ بتعويض كل من تمت مقاضاته بسبب ميوله الجنسية. إيراني يحطم رأس صديقه ويرميه قطعا في النهر بسبب 9,000 يورو. وإذا لاجئ في سجن للأمراض العقلية بعد ارتكابه العديد من الجرائم. وأخيرا منح 150 يورو ل50,000 طالب في الفصل الصيفي المقبل. مشاهدينا الكرام، من النمسا ميديا نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذا اليوم. أكد وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ أن تعليق تمويل بلاده لوكالة الأونروا هو إجراء مؤقت وليس سحبا كاملا. وأشار الوزير إلى أهمية حيادة الأمم المتحدة وضرورة التحقيقات الشاملة للحفاظ على الثقة، مشددا على ضرورة المطالبة بتحقيق فوري إذا كانت هناك مزاعم جادة حول تورط أعضاء من المنظمة في هجمات حماس. وأكد أنه رغم تعليق التمويل للأونروا زادت النمسا مساعداتها الإنسانية في غزة بالتعاون مع الصليب الأحمر وبرنامج الغذاء العالمي، مع التزام النمسا بحل الدولتين. تعتزم الحكومة النمساوية التوجه نحو اعتماد نموذج ألماني يفرض بطاقة دفع بدل من الدعم النقدي لطالب اللجوء. وكانت ألمانيا قد اتفقت فيها معظم الولايات على استخدام بطاقة الدفع لتبسيط الإجراءات ومنع إرسال أموال إلى الخارج، حيث لاقت هذه الفكرة دعما من حزب الشعب الحاكم. ويرى البعض أن استخدام بطاقة الدفع يمكن أن يسهم في تحفيز الالتزام وتقليل الهجرة غير المشروعة، بينما حذر آخرون من التمييز، مشيرين إلى أن إضافة نظام مواز قد يعقد عملية دعم طالب اللجوء. بدأت النمسا بالتعويض المالي للأفراد الذين تعرضوا للاضطهاد الجنسي بسبب أفعال جنسية مثلية سابقة بميزانية تصل إلى 33 مليون يورو. ووفقا لإعلان وزيرة العدل النمساوية ألما زاديتش، يتم تقديم الطلبات إما مباشرة في المحكمة المحلية أو عبر البريد مع الوثائق المطلوبة التي تحدد حكما أو حبسا أو تأثيرات اجتماعية. وتشمل التعويضات 3,000 يورو لكل حكم ملغي، إضافة ل 1,500 يورو لكل عام في السجن، و 500 يورو لكل تحقيق، و 1,500 يورو للتحديات الاقتصادية أو المهنية أو الصحية. اعترف مواطن إيراني يبلغ من العمر 38 عام بقتله آخر في قضية الجثة التي عثر عليها في قناة نهرية في فيينا يناير الماضي. وتوصلت الشرطة إلى اعتراف شامل في قتل وتقطيع إيراني يبلغ من العمر 45 عاما في نوفمبر بسبب المال، وتم العثور على السلاح المستخدم وهو مطرقة. وبيّنت التحقيقات أن الشخصان كانا أصدقاء، حيث حدث جدال بينهما حول 9,000 يورو اختلسها الضحية، ما أدى إلى مواجهة بينهما، وقام بضربه بمطرقة اشتراها قبل الحادث بيوم واحد. أحالت المحكمة الجنائية في النمسا العليا عراقي إلى مركز علاج نفسي كان قد اعتدى على صديقته بالسكين في لينز ودهس شرطيين بداية العام 2023. وتوصلت المحكمة إلى أن البالغ من العمر 42 عام غير مستقر نفسيا وما زال خطرا بشكل عام، وتمت إحالته إلى مركز علاج نفسي وجنائي بناء على تقييم خبراء النفس. وكان الرجل قد هاجر كلاجئ يزيدي من العراق مع عائلته إلى النمسا عبر تركيا،
وفقد زوجته وأطفاله بعد غرقهم في البحر، وبعد وصوله إلى النمسا تلقى علاجا نفسيا بسبب اكتئابه. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا عن منح قسائم لنحو 50,000 طالب وشاب من العائلات المعرضة لخطر الفقر، وذلك بداية الفصل الدراسي الصيفي. ويحصل الأطفال والشبان الذين يتلقون الحد الأدنى من الدخل على 150 يورو على شكل قسائم، وسيتم إعلامهم عبر البريد. وتأتي هذه المبادرة في إطار حملة بداية الدراسة القوية. وأشار وزير الشؤون الاجتماعية يوهانس راوغ إلى أهمية توفير هذه القسائم لبدء فصل صيفي جيد، مع توقع استفادة أكثر من 95% من المستحقين في هذا الفصل. كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم. لمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق إنفوجرات على هواتفكم. كنت معكم أنا ممدوح مكين، شكرا لحسن المتابعة، أمسية سعيدة وإلى اللقاء.